عالم في الطريق. عالم في الطريق. لكن عايز اقول لحضرتك ان المنجز الفكري بتاع الاستاذ سيد قطب رحمه الله منجز مثل محطه انتقاليه كبيره في الفكر الاسلامي كفكر. يعني كتابه مقومات التصور الاسلامي ده انا بعتبره محطه كبيره جدا في اسئله حار فيها الفلاسفه والمفكرون على مر التاريخ. في هذا الكتاب مقومات التصور الاسلامي بتحدث فيه عن تصور الاسلام لله وللكون وللحياة والإنسان، الأمور الوجودية في حياة الناس، قدم فيها تصور غير مسبوق. والأستاذ سيد قطب حينما يتحدث بيكتب فكرا صافيا خالصا سائغا للشاربين، بيكتب يعني لا يرجع إلى كثير من المراجع، لا يكثر من الرجوع، بيكتب من بنات أفكاره، لأنه كان يحمل رأسا كلها فكر في شريعة الله، رأس تتفجر بالفكر. والفكر ده جاي من تصوره للإسلام تصورا حقيقيا من خلال تعامله مع القرآن، تعامله مع السنة، بدون يعني أن تنطفئ أنوار القرآن بين النقول العلماء وبين هذه الأمور. طيب خليني يا دكتور بعد إذنك أرجع